عشرات طن هي كمية مخدر الشير التي تمكنت مصالح الدرك الملكي لسرية برشيد التابعة للقيادة الجهوية باصطاده من حجزها بعد مطاردة وتوقيف الشاحنة التي كانت تقلها على مستوى طريق السير رقم 3 الدار البيضاء جدير. تمكنت فرقة مختلطة مكونة من عناصر الفرقة القضائية وكوكبة الدرجة النارية لطريق السير ببرشيد من اعتراض شاحنة على مستوى محطة الأدب والسكورة بالطريق السيار رقم 3 الرابط بين الدار البيضاء وأكادير وتحمل لوائح ترقيم مزورة ومحملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرة بلغ وزنها 12 طن و800 كيلوغرام وبقيمة مالية إجمالية تفوق 100 مليون ديال الدرهم. بعد هذه العملية والتي تمت على الساعة 7 مساء أمس لم يتم توقيف سوى سائق الشاحنة، فيما لا يزال البحث جاريا على باقي العناصر المشتبه في تورطها في هذه العملية. وللإشارة وحسب معطيات القيادة العامة للدرك الملكي وفي إطار محاربتها للجريمة المنظمة وخصوصا للتجارة الدولية في المخدرات، تم ما بين السنة الماضية والسنة الحالية حجز ما يفوق 200 طن من مخدر الشيرة واعتقال وتوقيف 10,000 شخص.